السلام عليكم، يا هلا والله. اليوم ان شاء الله تكملة الجزء الامس اللي ما خلصت منه، الاندومنس وامور ثانية. فعجلين عجلين عجلين عجلين. بسم الله، اليوم ان شاء الله بنروض الالاسورس عشان الابكس الابكس الكبل زين. ايوه، وهذا طقه ونام على راسه، لكن المشكله بجنبه وحدنا اخطر منه، فلا بد انه يسحبه عشان ما يرتع فيني. خذك واحد، اعتقد تبغى واحد ولا؟ ايوه ديبان، صح. ولكن تعال اجي واحد يرتعبني سريع سريع، ونشوف اللي بعده. تعال جاي، عجل. ويا هلا والله، وجبنا اللي تعبت وشقيت عشان. تعال انت عطني 9، تعال الثاني ما يهمني الفلاسك، يهمني بيض. اسمع الصوت، ارعين الصوت. بسم الله، مثل ما تشوفون الأوضاع طيبة الحين. وهذه صدور الفيبل، ربطت دبلت فيه عشان يجينا بيض سريع سريع. كبلة وبيت على التروي. طيب انت كم ايش عندك؟ كم عندك البيض؟ حلو، 51، اجمل شيء. من هلفله اغراض كل شيء موجود. حلو، بسم الله. جربت يا ما كد دمك بيضة، انت ما مت انت. تعال تعال، شو نفسي قوي، شو نفسي قوي، انت وزير. لا يهمك شيء، 40,000. طيب سي كده بالصدر، ترى ترى ما بيك. ايوه جو ديبان، شوف 1600. هنا 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 هنا. معليش راح خريطة. طيب كليل بالمنطقة. ضبط، تعال 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 تعال. جاني ضرب انا دم. كفو والله انك انكفو. شباب انتو مربي. ولا تصبير. يا رب دمك يا رب، والله دمك كذا. اذا جاء تحتك دقها غير بس بس اشربك شوية، الامور طيبة ان شاء الله. شوف كم قرب لي، ضربت المدير وراه. كم مليونين 500. وش وقف الشباب؟ لا تكبني، ترى ديمونك منهم. لا الاحصاء السدعية. والله راح قريتها رابط رابط. هيجي تحت تحتينا الدومينك عاد 40، 45 الدم، 45 نحط معناه على الغوريلا نفسيا.
رجعت هنا تمام ترجع روحتي ورا ايش بقالك؟ بسم الله ما بقي شيء الله افضل براس الصينيه فضل ان شاء الله طقيت طقيت خلاص الانتصار هذا الكلام دومينيك 580 راح تريد مشوي ابد مشوي هذا شبه هنا يا حليلكم يا كافو ما قصرتوا ما قصرتوا طيب وش الغنايم الله 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 وش جاي 735 سلا صوله موارد بلهبل طيب حلو والله ارمر ما ارمر وحلو تعال انا اضفك بالقائمه عندي سيوف ما يهمني والله يا هلا والله ما اخذها انت بدي نزرع شويه بسم الله بس اركب بس جعلت بنفسيته كيف اللعب يجي ترى بس حط زعقه اخيره بس يا سامعين الصوت اسمع الصوت يا سامعين الصوت 2000 years later ويا هلا والله بعد ما روضنا الحبايب هذولي طب دبلتهم يجي لهم 20-25 لك خلاص اكتفيت بالبيض ولا المرة الثانية خلاص اكتفيت الاربع ذولي وجاء وقت ضفتهم كفن وقفا وهذا الاندومس دبلت منهن الله الله لكن باخذ اجرب واحد منهن واحد يمشي الحال طبعا اندومس دبلت منه كثير مره 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 حطيت هنا 3-4 حطيت اثر بسف ما فكيت هذا علينا وجا واحد ذبحه كربتت ولكن اعطني الحبايب الصغيرين ذولي انا اكبرهم يصيرون حراس بالبحر الخلفيه ذي او الاماميه او ايا كان طب بكثر بالمنطقة ذي دايم بيت انكسر انكسر بيتي بسبة كربت درس من هنا انكسر علي بيتي ثلاث مرات وثلاث مرات انكسر علي يعني انغثيت شوف هنا في سور كسرات علي شوف بيبان العملاقة ذي كسراتني ثلاث يعني انا انزعجت من بالرفصية لازم يحط لي حراس طيب عطني هذا بعد هنا بسم الله ليبان دعس ربعك حراس القلعة ان شاء الله لا تدعسونا ترى تحتكم لا تدعسونا ترى تحتكم وعطني الثالث كل بسم الله كن حشرت ما شاء الله تبارك شوف كبر شوف والله لو جد مجموعة ثلاث رؤوس والجسد واحد طبعا عندي غيرهم طبعا غير. 5 minutes later شباب يا شباب الجميع شفتوا هذا الكلام اسمع صوت المعركة العافية عليك